بين التمر الهندي والعرقسوس، الليمون الحامض والجلاب، تتعدد خيارات الصائم في دمشق، فلكل نوع منها سحره الخاص وطعمه المميز، عدا عن فوائدها الصحية التي نتعرف عليها مع أحد أصحاب المحال في سوق الجزماتية. العرقسوس هذا متواجد مو موجود غير بثلاث بلدان، منافعه بيخزن السوائل بالجسم، منيح لمرضى السكري لعدم وجود سكر فيه، وحلاوه من ربه. هذا في عنا الليمون منقطع قطع صغيره، اول شيء بنبشره منقطع قطع صغيره بنرش له سكر بنصير نفركه. في عندك التمر الهندي، عباره التمر الهندي معروف، هذا بننقعه بمي بنصير كمان نفركه. الجلاب هو عباره من جيب عنب اسود بضل بينغلى مع زبيب، وبيتحلى بدبس مو بسكر، بدبس، وبنضيف له كمان منكهات، عباره من نكهات عن مكسرات مكسره ناعمه وبخو وفانيليا. اختلف تحضير هذه المشروبات الرمضانية مع مرور الزمن، إلا أن طريقة تعبئتها في أحياء دمشق ما زالت كقديم عهدها. إجباري كيس نايلو، يعني شعبية، شغلة شعبية، لأن هذا مشروب شعبي. هلأ نحن حاطين كمان ما شايفه بأناني، الأناني بيحب أناني بنعبي له بأناني، بس بكيس نايلو شغلة شعبية، وفي منه على القديم لسه بيجيب لنا سطل نحط له فيه شيء فتلجة بنكتل له بالسطل كمان. هذا العصير كله إجباري بده يصير نفس النهار، لأنه ما بيبات لتاني يوم، إذا بات لتاني يوم تختلف طعمته. تبقى المشروبات الرمضانية بعد ما يقارب 16 ساعة من الصيام، ومع ارتفاع درجة حرارة الصيف بوصلة الصائم وأول ما يبحث عنه بعد دقائق الإفطار الأولى.